سواء كنت متابع السلسلة بتاعتي أو مش متابعها، هتلاقي الرابط بتاع الفيديوز اللي فاتت في أسفل الفيديو. شير بقى ولايك وروق عليا كده. الإف من الحروف الموجودة عندنا في اللغة العربية، فيعني مش هضيع وقتكم. لو أنت متحدث باللغة العربية بتتكلم عربي تقدر تقول حرف الإف. الإف بقى ليه شوية مواضع كده عاوز أشرحها سريعا. البي اتش بتساوي صوت الإف في الإنجلش زي فون. جي اتش كمان بتساوي الصوت بتاع الاف في كلمه مثلا زي يضحك بالانجلش لاف ناف. خد بالك من حاجه، ان الاي اف او الاي بي اتش او الاي جي اتش، المهم لما يبقى فيه صوت الاف في الامريكان اكسنت بنقول اف، وفي البريتش انجلش بنقول اوف. عشان كده في لاف، وفي في الامريكان لاف، وفي البريتش بنقول لاف. طيب اخر معنى كده في حرف الاف عشان مش هنطول فيه. الاف لما بيبقى جاي في اخر كلمه، في اخر فيرب بالذات افعال في الانجليش، وجاي بعده اي دي. الاي دي اللي هي بنحطها عشان نقلب الافعال في الانجليش لماضي. دايما بتقلب الاف بتقلب الدي تي في كلمات مثلا زي لاف. لو عاوزين نقول في الماضي ضحك هنقول لافت. كلمه مثلا زي بلاف يعني يخدع. لو عاوزين نقول خدع واحد، خدع واحد مثلا، عاوزين نقول او هي خدعته، شي بلافت هيم. طيب حرف الجي في الانجليش بيتقسم لنطقين اساسيين، حاجه اسمها سوفت جي، ودي بيبقى نطقها ج د د د د ج ج، وفي حاجه اسمها هارد جي، ودي بيبقى نطقها ج ج ج. القاعده بتقول لك ايه بقى؟ وسع راسك يا عمرو. القاعده بتقول ان السوفت جي بتبقى سوفت جي لو جاي بعدها الحروف التاليه اي او اي او واي، غير كده بتبقى هارد جي. يعني غير كده بنطقها ج، لكن بعد لو جه بعدها اي او اي او واي بتتنطق ج. مثلا في كلمات زي جيم دا 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 جيم، ايجيبت بعدها واي برضو، اي مثلا مارجن مارجن، ريليجن جينيريشن. كمان لو عندنا كلمات في الانجليش بتنتهي ب اي جي اي او اي جي اي، زي مثلا ايج، زي بيج، محدش يقول بيج مش لون، هو بيج. ده 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 في دي كده خفيفه في السوفت جي. بيج فيليج، او مثلا امتياز بريفليج. الهارد جي بقى اللي هو صوتها جاء، لو الجي في الانجلش جه بعدها اي حرف ثاني من الحروف بتاعت اللغه الانجليزيه زي جالاكسي، زي مثلا جلاد. الهارد جي كمان بتحصل في لما الجي بتبقى جايه في اخر الكلام زي براج، زي فلاج، زي بيج. القاعده لي بالتالي ليها اكسبشنز كتير في الانجليش واضحه ومعروفه، زي مثلا جيف جيت تايجر جيرل. الجي بقى بتبقى سايلنت في التركيبه بتاعت الاي جي ان في الانجليش، زي ساين واخواتها، ساين ديزاين ريزاين اساين بيناين ملاين فورين كامبين and so on. الجي لما بتبقى جايه مع الاي ان جي، قلت لكم انا في فيديو قبل كده في نطقين، واحد منهم سهل وواحد صعب. السهل انك ما تنطقش جي خالص، ما تقولش سويمنج قول سويمان، ما تقولش بلاينج قول بلاين. النهارده انا لازم اكلمك على الصوت الحقيقي بتاع الان جي، عباره عن انك بترفع بترفع لسانك وتقفله في حلق بوقك من ورا وتسد اي هواء طالع. سويمنج tool playing tool reading. يعني مثلا كلمه مفيش حاجه اسمها strong اسمها strong. اوصيكم في الشير، ولو سمعتوا حاجه جديده that's all for today. think and wish you all the best. bye.